صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده في هي وبس بصور فرع سموحه الدور اللي فوق. المنظمات، في منظمات كتير جدا جديده وحاجات كتير حلوه جديده، فقلت لازم اصورها لكم. نبتدي مع بعض ونشوف ايه الجديد عندهم. كده بقى احنا طلعنا الدور اللي فوق، وفي طبعا حاجات جديده في الدور اللي فوق. الدور اللي فوق ده دايما دايما في جديد ومنظمات جديدة وحاجات جديدة. هنبتدي مع بعض بقى نشوف ايه الجديد مع مصطفى. ده اول حاجة اهو، العادي كان بينزل بايه؟ العادي ده غير حاجة، اه والتاني كان بينزل بايه؟ مناديل وفوط. اه دلوقتي بقى نزل ايه؟ استعمال التلاتة مع بعض، هوكس مقات والمجات والمناديل والمناديل. والفوطة هنا في الجنب. والله حلو الشكل التالت بقى ده، 4 في 1 يعني. طيب ده سعره ايه؟ ده 95. 95 جنيه. خامته حلوة؟ معدن، خامته يقعد حلوة يخش قوي. ما يصديش ولا اي حاجة، احسن لك. التقفيل بتاعه كويس جدا، ايوه. لا حلو، لون واحد اسود صح؟ اسود. اسود. طب بص دول جداد برضو، دول يا مصطفى. طيب في واحدة كده اهو، عندنا بس الباسكت ده جديد بتاع المكتب، حلو قوي تحطيه كده جنب ده كده ولادك، يبروا بقى فيه القلم أربع الرصاص أعمال اللي هو على طول بيتبري ده. اي حاجة بيحطوها فيه بكام؟ ب 11 جنيه بس. بجد ب 11 جنيه. في الوان ولا لون واحد؟ 6 ألوان، اهو بصوا الوانه، أحمر وأصفر وبينك الله وبلو، الوانه حلوة قوي، شكله لذيذ قوي بصراحة. ده الباسكت الاثنين، ألوان بص يعني. بقى الباسكتات اللي دلع قوي دي، حلوة قوي، رتان كده، لونين في بعض. هو ايه، لون واحد يعني ولا في لا الوان؟ كذا لون، في في فرق بقى في الوان الفوشيا تانية والورقي، وفوشيا كله وبينك، لونين كده، غطا لونين كده، حاجة حلوة جديدة. قوي. ده بكام؟ هو ده كله مقاس بيتين، واحد، بس واحد، المقاس ده ب 34 اربعة جنيه وتلاتين جنيه بس هو كبير، حلو قوي، ياخد حاجات كتير فعلا. ياخد لا هو شيك يعني، عاجبني اللي هو لونين وحاجة كده جديدة مقاسات يعني. 34 في 26، 34 في 26، 26 في 20. بس بصوا بقى الوانه اهي، تمام. ما ستة بس عشان ألوان لسه جايلهم البضاعة لسه برضو ما رصوش قوي. ده الأول كان المستورد، في كان بينزل كمان، كده رفيع، ناس كانت عايزة حاجة كبيرة. خرش ده عملته ايه؟ بص كبيرة اه ده للتلاجة. للتلاجة، وعلى فكرة ممكن يتحط في كمان في وبلاش الدرفة. كمان، التاني كان بيبيع المستورد ب 15 جنيه، ده ب 13 جنيه. 13 جنيه الكبير ده، ده بصوا 13 جنيه حجمه عامل ازاي، وبصوا كمان المقاس الصغير ده بكام. طيب نزل. ايوه بيكبر زي ما انت عايز، مقاس بحيث الصغير الصغنن بيكبر ده، ب 11 جنيه ده ب 11 والكبير ب 13، 13 جنيه وبرده حلو التفريز قوي. بردك معانا التركي، دي علب التفريز العلب دي انا جربتها، حلوة قوي للفريزر. التفريز بردك علب تاني، هي كده تكون دي بتوعي، دول خدتهم من هنا من للفراخ زمان، البانيه المجمدين لكل حاجة. حلو اللي هي طبعا ما بتتكسرش لو وقعت، وبتحفظ الحاجة في الفريزر. العلب التركي دي جميلة أوي، دي علب برضو حلوة. التركي دي للفريزر للتلاجة، بتخش ميكرويف وغسيلة أطباق، بتخش وريني. ميكرويف وغسيلة أطباق. ده ديكسي دي متوفر منها 3 مقاسات ب 60، 60، ده 3 مقاسات. 60 مقاسين مقاسين ولا تلاتة؟ مقاسين 60 و45 تقريبا، 60 و45، حاجة زي كده. مش ممكن خد لها السيستم ده. ماشي يعني حوالي، يعني حوالي 60، عشان هما بس الحاجة لسه جاية. في بقى 11 جنيه السبت ده الرتان كده بتاع الوطنية ب 11، ب 11 الصغنن، مقاسين والكبير ده كبير بكام؟ حلو قوي شكله، ب 16، مقاسين ب 16. الوان ياما. الوانهم حلو، بصوا الوانهم تحفة، بينزلوا حاجات جديدة وفعلا حلوة. بص ده كمان، ده حلو قوي، ده عاجبني كمان اللونين بس ده الباسكت لسه جاي جديد ده برضك، اهو. ما انا شفنا ده الاول. طيب ماشي، خلينا في ده الاول. ده برضو باسكت، باسكت الله حلو قوي، على شكل فراولة بقى وكده. ده هات الاسعار فين؟ ده بكام؟ اهو 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 سعره اهو على الجنب، ده باسكت حلو قوي. بيتفتح كده ارنوب، شكل ارنوب. كام ده بقى؟ ده ب 45، ب 40، بس هو لذيذ. بصوا بقى على شكل فراولة وأرنوب، وفي في منه برضه ألوان شركة حلوة جديدة قوي، اسمها هيرو بلاست، حلو برضك، حلوة خامة البولة تلاتة دي. ألوان وريني كده تسعة الخامة. وعشرين جنيه خامته حلوة، 29 جنيه مقاس. وبصوا ألوانه، ألوانه حلو. حلوة قوي برضو. في برضك بتاع فايبر عادي، ايه في بقى الشكل تاني اللي هو، دي شركة بصوا هيرو بلاست، حلو شركة تركي، قوي. ده تصنيع بكام؟ محترف في مصر، ب 22، 22 جنيه، حلو قوي. حاجات جديدة بتطلع. ده بقى ده صور لي ده، ده عجبني قوي اللي هو لونين وعريض. انت كسرت المحل يا مصطفى، خلي بالك. ده برضك جديد اهو، 17 جنيه بس، حلو اعتقد ده كان قوي. ب 15 جنيه، ده اكبر منه ب 17 جنيه. خرش ده عامله ده 19 ولا خرش ده خرش 17؟ ده 17. 17. في الوان اهو، مش هو ده؟ بصوا الوانه اللي جوه دي حلوه قوي، عجبني جدا اهو.
ستة ألوان على سبعة ألوان. اه حلو قوي ان شاء الله يعني. في ده كمان بتسعة جنيه ومفيش. استنى اهو، بص ايه ده؟ ده بصوا المحل وقع علينا والله. ده بقى ده ده بقى تحفة. استنى بس استنى، ده بقى انا خدته قبل كده، هو ده المفروض للتلاجة تحطي فيه برضو الازايز، الكان، اي حاجة عندك تحطيها. حلو جدا جدا، انا اخدته عشان رفيع كده يعني رهيب. كان ب 20 صح؟ هو ب 20 ولا بكام؟ اه انا اخدها ب 20 اهو. إيه حلو قوي يا بنات، وفي منه الوانه اهي، بس فاضل كام واحد الحقول اللي عايز يعني. حلو قوي تمام. في ايه كمان؟ استنى بس، هي إيه الشنطه دي ايه؟ طقم رحلات. طب افتح لنا كده شوف فيها ايه. اه معاك. ده بيقفل ولا تبع ملك كتير. الله، تلات اطباق، تلات كوبايات، تلات شوك، وتلات ملعقة. طب والله الخامة حلوة. حلو، والاطباق دي كمان حلوة قوي. بكام بقى الطقم؟ عامل 60. ب 60 بس. حلو لذيذ، اللي هو شنطة كده تاخديها معاكي بقى وانتي ماشية. بصوا بقى المنظمات الجديدة بتاعت المعالق والشوك دي ب 16 وب 27. ب 16 وب 27. المعالق بقى للمنظمات لأي حاجة ممكن تحطي بقى في الدرج، ممكن تنظمي فيه بقى الحاجات، حتى ممكن تطبقي فيه الفوط. في أشكال 110 أشكال. بصوا بقى الألوان بتاعته ب 17 و27. بصي ده برضك بقى تاني أهو. أه ده اللي هو اللي كان الأول بقى. ده بكام؟ ب 9 جنيه. وده ب 11 جنيه. وده ب 11. لازم الأخلص. طب ودول ايه بقى الكبار دول؟ ده عياشات، ده عرض كده. دول عياشات، كل دي دي ايه ده؟ يتحط فيه العيش؟ لا، حط فيها فاكهه وانت رايحه مسافره وعايز بوكس. اه بتاع الرحلات، انا قلت كل دي عياشه بتاع الرحلات يعني، بس شكله حلو. بكام؟ يعني كل حاجه، السندوتشات بتاعتك وحاجتك. و بكام ده بقى يا مصطفى؟ ده يبقى كده اهو. حلو، الوانه حلوه، الوانه كلها نود كده. 149 بدل 220. 149 بدل 220. تمام. لا تركي. بصوا بقى السبت ده، ده الايه؟ سبت غسيل. بس مش تخلنا من الغسيل ده ولا الاوضه يعني مثلا. اه بالغطا بتاعه بكام ده؟ بصوا الوانه حلوه قوي، ب 60 جنيه. ودي الالوان بتاعته اهي ب 60 جنيه. وردك سبت المشابك الالوان، سبت المشابك الصغنوني ده ب 10 جنيه. حلو قوي، اللي هو صغنن كده تحطي فيه المشابك بتاعتك وتعلقيه. وده كمان الرتان ده ده بجد؟ طب والله العظيم هايل ده. لا لا لا، سعره حلو قوي، عجبني يعني، شكله حلو قوي. بصوا الوانه يا بنات، الوانه حلوه جدا. والعلبه دي بقى بتاع خرشد، العلبه دي 6 جنيه. 6 جنيه لحفظ الاكل والبيت. عجبني كمان ايه؟ دي بتاعت البيت بقى يا بنات، احلى حاجه اللي هي تاخد 30 بيضه. ده ب 6 جنيه بقى. دي ترك ثواني، دي بكام دي يا مصطفى؟ 38 بدل 50. 38 جنيه بدل 50 جنيه. بصوا بقى تاخد ال 30 بيضه كلهم، بدل ايه ما تقعدي الكرتونه تحطيها في مكان تاني يعني، تقسميها. هي كله ابيض؟ في ايه؟ البوكسات دي بتاع تنظيم الدواليب. دي بقى لتنظيم الدواليب؟ دول اه بكام دول اللي هم دول يا بنات الابيض وال 70 60، ولا انت قصدك على دول؟ دول ايوه اه دول. دول بصوا بقى التنظيم، مقاسات كبيره جدا للدواليب والتنظيم وكده. العيشه في بقى العياشه دي حلوه قوي للتخزين اهي، البيكري كلها كرواسون بقى، عيش، اي حاجه عندك. ومعاها الصينيه بتاعتها كمان بتشيلها، ومعاها الصينيه بتاعتها. بكام؟ ب 110. طبق بقى التسالي ده وحمل الموبايل بكام؟ 13 جنيه. طب ودول ايه بقى؟ في اللي هو اللي بتحط ايه؟ اه ايوه، في الاثنين وفي الثلاثه بتاعتها. وفي التركي دي برضه تبقى شكل كده حلوه. دي بكام التركي دي؟ تبقى نظام الزاويه كده. اه 65 بدل 99. 65 بدل 99. ودي الوانها. في بقى الدرج ده بتاع تحطيه عندك على التسريحه او القفاز بتاعتك اهو، ثواني، 26 جنيه. تفتحيه بقى كده، ممكن تاخدي كام واحد فوق بعض زي ما انتم شايفين الوانه اهو، وتحطي فيه حاجتك كده اهو. حلو برضه، 26 جنيه. في الدرج ده ب 20 جنيه بتاع المعالق، وده بتاع المعالق ب 20 جنيه تركي برضو. في عرض بقى على الازازه التركي دي ب 28 جنيه بالكوبايه بتاعتها. تشربي الكوبايه بتاعتها. اه دي 28 جنيه.
تمام. بتوع الايس كريم دول ايه؟ ايس كريم تركي، تحطي فيهم الايس كريم بتاعك، الستيك بتاعك كده، وحلوين. ضرب العصاره بتاعي بردك تركي سرين دي. العصاره ما هو شكله باين اهو، متفتحوش. العصاره بتاعته بالعصاره بكام ده؟ بيتفتح من تحت. نعمل 35 في التعليق. بصوا الثلاث برطمانات دول ب 65 بتقول، ب 65 اهو يا بنات. وده بكام؟ 145. وده 45. دول ازاز برضو؟ في اشكال الوان برضو. دول ازاز؟ 45 برضو. 45 حلوين برضو. دي بقى علب معدن اتنين جوا بعض ب 95. ودي اللي هي بتتفتح من قدام، حطي فيها النسكافيه ب 75. في بقى الميكسر ده اللي بتحطيه وتحطي هنا المضرب بتاعك وتعملي الميكس بتاع الكيك تركي بكام؟ سوري 65. 65 جنيه. هنا بتحطي بقى ايه المضرب بتاعك ب 65 جنيه. ده باسكت بقى جديد تقليد ايكيا. بصوا اهو بقلاب اهو، في من غير، في بغطا وفي من غير غطا. ودي الوانه بكام ده؟ اللي من غير غطا ب 25، واللي بغطا اللي بغطا ب 38، من غير غطا ب 25. بتاع المنظفات ده عليه عرض ب 25 جنيه بنات. في التلاته الباسكت دول ب 35 برضو، حلو مصافي بقى وكده. ده ب 10 جنيه المج ده، والشاليمون بتاعته منها فيه ده ب 4 جنيه. ده ب 27 وده ب 35، 3 جوه بعض. في كمان بولات 3 مقاسات ب 16 و 24 وكام؟ انا عايز اشوف بس الخامه اهي. بصوا مفرغه كده. يبقى 28 ولا 30 حاجه زي كده. 18 و16 و24. 18 16 24 مفرغه كده. ودي الوانها. وفي بقى الباسكت الشيك ده كده، تحس اللي هو نود كده وشيك ب 25 جنيه. ودي الوانه اهي. صفاية الخضار دي عندي منها حلو قوي يا بنات، بتاخد حاجات كتير. الفاكهة والخضار بكام دي يا مصطفى؟ ب 30 جنيه. في منها الوان. والباسكت ده برضو، دي العلبة دي اللي هي بالمصفى اللي كنت قايله لكم عليها قبل كده، انا كنت جايباها بس مش من هنا، كانت ب 30 دلوقتي بقت 23. دي عليها عرض 10 جنيه بدل كام؟ بدل 13. يا دي بقى خلي الكوبايات دي 4 كوبايات تركي ب 32 جنيه. اهي بصوا شكلها. في بقى البولات اللي هي كده مربعه كده 3 مقاسات، وطبعا عليهم اشكال كده شكلهم حلو. 17 و22 و26. ده منظم كده بغطا يا بنات. بصوا تحطيه بقى في الدرج بتاعك او في الدرفة بتاعتك ب 55. 55 ده ممكن تنظمي فيه الخيط او السيب كده الغطا او الاكسسوار بتاعتك ب 45 جنيه. 40 ب 40. في العلبة اهو عرض 20 وقتي بردك 20 بدل 30. بصوا كده علبة الفشار عليها عرض 20 بدل 30. علب الفشار دي ب 18 جنيه تركي، عليها عرض برضو. في السرفيس ده جميل قوي برضك الخضار. ماركت هيرو. 20 جنيه. حلو السرفيس. في منه اغوط ولا هو كده؟ ب 20 جنيه. دي بقى يا بنات مقلمه ولريموتات كمان للتنظيم اهي ب 40 جنيه. 50 على عرض 120. الطقم ده بتاع الاطفال عليه عرض وده كبار، وده كبار كمان. 120 بدل 150.
البولات بقى الصغيرة دي ب5 جنيه الواحد.